بسم الله. فضيلة الشيخ، ما هو التوسل ودعاء بعض الناس بالصالحين؟ مثال توسل ايش؟ ما هو التوسل وبعض الناس يتوسلون بدعاء الصالحين يعني مثل التوسل بدعاء الصالحين جائز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يأتونه يسألونه يستشفعون به الله عز وجل في الدعاء. فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فدعا. وقال عكاشة بن محصن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال عكاشة: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. والشواهد على هذا كثيرة، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا خيف من هذا الرجل الصالح أن يغتر بنفسه وأن يلحقه الغرور والعجب، فإنه لا يطلب منه الدعاء. ومع ذلك فلا ينبغي للإنسان أن يطلب من غيره أن يدعو له، لأن هذا نوع من المسألة المذمومة. ادعو الله أنت، لا تقول: يا فلان ادعو الله لي. ادعو الله أنت. وما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فهذا لا صحة له، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.